فيها من طرف منديلها حكايات، منها جدة ربت أولادها على مبدأ يا ابني هاي أرضك صونها وعيش من خيرها وربي وعلم أولادك منها، وعلى حبها جد رب أولاده. الأرض أصل، والأصل كل ما يقدم بيعتك جماله وسوقه بسعر الزمن ما بيتقدر بثمن. هذه المحافظة وهي إحدى محافظات المملكة الأردنية الهاشمية تتميز بأنها منطقة زراعية، ولذلك منذ القدم أهل عجلون اهتموا بالأرض واهتموا بالزراعة، ولذلك أصبحت علاقة ودية ما بينهم وما بين الأرض، حتى قيمة هذه الأرض وغلاتها انتقلت من جيل إلى جيل. قد يكون أجدادنا نتذكر ارتباطهم بهذا الأرض والعمل اليدوي دون أن يكون آلي، وانتقل هذا إلى الجيل الجيل الموجود حاليا، وإن شاء الله يستمر هذه القيمة العالية للأرض في عجلون من جيل إلى جيل، لأنها هي عنوان وهي انتماء وهي مصدر رزق، وأيضا غالية، غالية الارتباط بالأرض، الأرض حنونة وبتكون دائما علاقة ودية ما بينها وما بين يعتني بها، ولذلك هي هذه العلاقة إن شاء الله بتدوم من جيل إلى جيل. عجلون بالياب شمساتها يا محلى فياتها، فيها من طيبها وطبيعتها وخيرها بركتها من كرمها وكرومها وأشجارها لوديانها وينابيعها مناطقها الأثرية والتاريخية. عجلون إذا بدنا نحكي مع محور آخر فهي منطقة سياحية أثرية على جانبين، السياحي الطبيعي بغاباتها وأيضاً بموقعها، والسياحة بالآثار الموجودة فيها سواء كانت تاريخية كقلعة الرمض أو دينية كمواقع كثيرة منها دينية مسيحية دينية إسلامية، وفيها حوالي 200 موقع أثري، منها مار الياس، منها مواقع أخرى، كاتدرائيات موجودة في عدة مناطق في عجلون وتنتسب إلى عصور ماضية. عجلون لها ميزة أخرى، العلاقة بين سكانها، العلاقة بين سكانها حميمية. نحن وأنا بقول دائما في كل المواقع المواطنة هي الأساس، المواطن لا يخلو بلد في العالم عن أكثر من معتقد أكثر، ولذلك ما هو مقياس المواطنة؟ المواطنة هي المقياس. أنا أطلع أنا عربية أردنية وبالأخير وكل مسيحية، ولذلك أنا علاقتي عربية أولا، علاقتي أردنية أيضا بقول من عجلون، وهذه الروابط كلها تراكمات تعطيني صفة المواطن. يا محلى القعدة بأرضها ولمة الجيران حواليها وركوة القهوة العصريات من تحت أيادي الخالات. المحبة هي مقياس العطاء، بقدر ما تحب الآخر بقدر ما يعطيك، بقدر ما تشعرك بتشعري بمحبة بألفة بحميمية، هو أيضا يعطيك إذا من لم تكن مثلها فهي أكثر منها. هذا هو الإنسان الذي نريد، وهذا هو المجتمع الذي نريد. ونحن يعني عشنا وفعلا إذا اطلعتي هون نحن متداخلين في الأراضي، متداخلين في المنازل، المناسبات، المشاركات، الاحترام، الزيارات، كل هذا موجود دون أن يكون له هناك مقومات أخرى. العلاقات الإنسانية هي علاقة محبة، والله محبة.